النهارده معانا البنتلي كونتيننتال الفلاينج سبير في جيلها الاول، واللي فيكو عارف هي مش بنتلي اصلا في الاساس. العربيه دي ايه؟ فولكس فاجن فيتن. العربيه دي وراها قصه كبيره جدا، وراها واحد من اهم الناس في عالم السيارات في العصر الحديث. مين؟ واحد من احفاد بورشه، فرديناند بيير. اوكي، ولكن يعني نبذه سريعه كده على العربيه. العربيه دي كانت واخده لقب اسرع عربيه في العالم باربع بيبان، 315 كيلو، وزنها 2.5 طن، 0 ل 100 في 4.9، ارقام كلها رهيبه. والقصه اللي وراها اكبر واكبر، ويمكن واحده من احسن القصص في عالم العربيات. تعال نشوف ايه حكايتها، يلا بينا. بالنسبه لثمن العربيه دي، موديل 2008 وفيها الموتور W12 6000 سي سي. العربيه دي في مصر تقريبا يتراوح ثمنها، يعني نادره جدا، بتتكلم في 6 مليون. اقول لكم معلومه ظريفه جدا بقى على الفولكس فاجن الفيتن. اول لما طلعت كان فرديناند عايز يعمل ايه؟ كان عايز يعمل عربيه تضاهي مرسيدس، تمام؟ فعمل الفيتن، ولكن مبيعاتها كانت وحشه جدا. ليه؟ لان كانت معروضه ب 100,000 دولار، فمين كان هيشتري الفيتن؟ ولا حد تقريبا. لكن عشان تعرفوا، كتير اللي اشتروا العربية دي البنتلي اللي كان سعرها تقريبا 200,000 او اكتر من 200,000 دولار، واشتروا مين تاني؟ الاودي الاي 8 اللي هي برضو نفس العربية. بالنسبة لمواصفة العربية، فول سايز لكشري ليموزين، طولها اكتر شوية من 5 متر و3 من 10، قاعة العجلات اكتر من 3 متر، وزن العربية داخل في 2.5 طن. العربية فيها الموتور ال W12 ال 6000 سي سي، ليه قصة كبيرة جدا، وبيدفع الاربع عجلات من خلال نظام دفع 4-wheel drive في الاساس بتاع مين؟ بتاع اودي، اللي هو التورسن سيستم، اللي هو التحيز بتاعه للخلف، من خلال ناقل الحركه ايه؟ زد اف 6 نقلات. الموتور بيولد 552 حصان و650 نيوتن متر، ووزن العربيه زي ما قلنا تقيل جدا. اما بالنسبه للتعليق فهو متغير، والعربيه فيها اير سسبنشن بتاع لو توطى، ومش بس كده، بيسيطر على الدامبنج بتاع الفرد كلها عشان تدي لك الايه؟ الاكسبيرينس بتاعت الوافتنج. بالنسبه لفرديناند بيير، اوكي، ليه هو مهم قوي؟ الراجل عمل انجازات كتير قوي، بدايه مع اودي. لما كان مع اودي، اودي وقتها كانت شركه مغموره لحد كبير وبتدور نفسها على اسم، فهو اللي طور لهم الكواترو سيستم بتاعهم اللي هو التورسن بيست، انتوا عارفين، وبالتالي خلق لاودي السمعه بتاعت الاودي كواترو، وانها كسبت الراليهات، واودي بقى ليها اسم كبير جدا، فده تأثيره على أودي. كمان اشتغل مع مرسيدس وطور لهم المواتير الديزل، عمل المواتير الخمس اسطوانات اللي لغاية النهاردة بتشوفوها في العربيات الأودي، وعربيات كتيرة جدا من المجموعة. حاجات إنجازات كتيرة قوي، ولكن أكبر إنجاز لي، وكل مصنعي العربيات بقى بيعملوا بالظبط نفس الخطة بتاعته، اللي بيسموها البلاتفورم شيرينج والبارت شيرينج. يعني يجيب عربية زي الفيتن، يعني هتلاقي هنا حاجات متعلمه فولكس فاجن كتير قوي، زي مثلا لو جبت اودي، بلاش، لامبورجيني اوروس، هتشوف منها بارتس بتاعه اودي، والقصه كلها كده زي ما انتم عارفين. زي ما انتم عارفين ان الاوروس هي في الاساس Q8، الكيان نفس الحكايه. العربيات كتير قوي اللي بتشترك في قواعد البناء، وبتشوفوها في كل عربيات المجموعه، اللي هي من اول البنتلي، البورشا، اللامبورجيني، الامثله كتير قوي. مش يعني بيخ محتاج حلقه كبيره عشان نتكلم عليه، ولكن تحت العربية دي في فيتن. اوكي، اتفرجوا على العربية من قدام، فهي محافظة على الوقار بتاع بنتلي. طبعا اهم حاجة واكتر حاجة بارزة هي الواجهة بتاعت العربية، وان كان التصميم كله على بعضه في ايه؟ وقار ومشدود. دلوقتي البنتليز بقوا فيهم حركات اكتر، يمكن اكتر حتة ليها وقع هي الشبكة. اوكي اوكي، والسباين ده اللي هنا وريته لكم قبل كده في الجي تي سي، وعلامة بنتلي، وبيكمل برضو الخط خفيف لغاية فوق. اوكي، مع الانوار. الانوار هنا عاديه، طبعا احنا بنتكلم في 2008، فما كانش لسه في انوار ال اي دي، واللي هم برضو تحت مجموعه اودي طلعوا اول انوار ال اي دي لو فاكرين في الاودي الار 8. طيب نفتح الموتور اللي هو البارتي بيس، وهنتكلم على الموتور كتير برضو عشان تعرفوا العبقريه بتاعته. خبر ابيض على الفتحة بتاعت الموتور، اصلا انت ماسك حتة كروم مش بلاستيك، يعني قصة لوحدها الموتور. طيب مش عارف هو فتح منين، احنا بنكتشف مع بعض يا جماعة. الدراع لازم هيبقى هنا، هنكتشف هنكتشف. من هنا، شفتوا؟ تعال تعال تعال، شفت لما فتحت الموتور حصل ايه؟ طلعت لي البي بتاعت بنتلي، فغالبا اشدها كده،
ايوه يا سلام، شفتوا العبقريه في الحته الصغيره دي؟ تاني تاني هوريها لكم تاني، بصوا عشان بتهيألي كلفتها شويه. بصوا البي رجعت فين؟ البي رجعت مكانها. خليكم هنا وهفتح لكم الكبوت لحظه واحده. شفتوا البي اللي فوق دي طقت ازاي مع الكبوت؟ عشان وانا برفع بصوا بتطلع، شايفين؟ عشان اشدها اكتر. ايوه بس alright. بالنسبة للموتور ال W12 عملوه ازاي من ضمن العبقرية بتاعتهم؟ ان هم جابوا موتورين من مجموعة VW من فولكس فاجن. الموتور انهي؟ ال VR6 اللي هو كان بينزل في الجولف، ولضموه في بعض عند الكرانك، فبقى عندك ال VD وال VD ملضومين عند الكرانك، يديلك الموتور ال W12 ال 6000 cc. ليه استخدموا ال W؟ لانها مش طويل زي الفي، لو كان استخدم V12 كان هيبقى مكمل لغايه هنا، لكن هو عرضه ايه او الطول بتاعه ايه؟ 6 اسطوانات، تمام؟ فدي العبقريه بتاعته، ان هو موتور كومباكت جدا يقدر يحطه في عربيه زي دي وما ياثرش على توزيع الوزن. 552 حصان، 650 نيوتن متر من خلال الاودي كواترو سيستم في الاساس، التورسن والزد اف اس 6، وزي ما قلنا فيها السسبنشن كمان متغير بيتاقلم مع حاله الشارع. الموتور ده رهيب، والفي ار 6 كان واحد من احسن المواتير اللي بتطلع اصوات، واتفرجوا عليه موجود على القناه. فالموتور لوحده حكايه. من الجنب العنوان هو الشياكه والبساطه، مفيش حركات كتير في العربيه. عندك خط من هنا الكاركتر لاين الاساسي، وبص ازاي بينزل يلف مع الكاوتش، شايفين اللفه دي؟ ومن تحت هنا عندي الكروم اللي مكمل في كل العربيه، في العتب كله شايفينه في كل العربيه. تعالوا اتفرجوا على الكاوتش، هتقول لي ده 19 بوصه، ايه يعني 275 40 19؟ وقتها الكاوتش ما كانش لسه كبر قوي وعليه علامه بنتلي. والمرايه، المرايه الطايره اللي هي متاخده منين؟ من اودي برضو، دي واحده من العبقريات بتاعته، البارت شيرنج زي ما اتفقنا. الباب طبعا والضخامه، وبصوا على المقبض واحساسه. طبعا البيبان كلها شافت اكيد. بصوا على ضخامه الباب الخلفي، ليموزين، فول ليموزين، مع الخط بتاع السقف والخط بتاع الازاز. انتوا عارفين البنتليز هي عربيه الملكه او عربيه الملك كمان في انجلترا. الكاوتش الخلفي تعالوا نتاكد ان هو نفس المقاس، لانها غالبا الكواترو دايما بيستخدموا نفس المقاسات، فعلا 275 40 19 بوصه، ومازال عندي الكروم. وكمان لا، الاهتمام بالتفاصيل والشياكه في العربيه، بصوا عليها بقى بالزاويه دي كلها، تعرفوا قد ايه هي عربيه طويله جدا، طويله 5 متر و3 من 10. الظهر ففيها من اول الجيل ده عملوا الحركه بتاعت البيضاوي الاوفال اللي في الانوار، اوكي، مع ايه؟ البيضاوي برضو اللي في الشكمان، يعني حافظوا على الباتن. والظهر بتاع العربيه دي ما يجيش اكتر من كده بنتلي، السحبه دي كلها، البساطه والشياكه في كل التفاصيل، وعلامه بنتلي من هنا، جميله في كل الاجيال. وبرضو بتفتح الشنطه منين؟ كالعاده من الزرار بتاع بي، تدوسوا كده دوسه، طبعا كهربا، اوكي. اتفرجوا على الشنطه، طبعا المواد فيها كلها بريميوم جدا، وفيها ثلاجه من هنا زي ما انتم شايفين. ومن هنا عندي السكاف بليت اللي هو متاكل شويه، الحته دي باينه فيها قدم شويه، ولكن طبعا الشنطه شيك جدا وكهربا. تعالوا نتفرج على الليموزين من جوه، اتفرجوا على العربية من جوه. ده الفرق ما بين البنتلي والاودي والفي دبليو. مع ان الفيتن كانت مقصود انها تبقى عربية شيك جدا، ولكن برضو مش هتيجي حاجة جنب شياكة بنتلي، دي عربية الملك وعربية العيلة المالكة، فالخشب والجلد اللي في العربية والكروم وكل حاجة رهيبة جدا. طيب تعالوا اتفرجوا على الكراسي، بصوا الجلد في كل حتة، بصوا هنا كمان كروم، مفيش اي حاجة رخيصة في العربية، حتى الحتة اللي بيطلع منها الحزام كروم تقيل مع الكراسي جلد، اوكي. كمان بصوا على الحته دي بالمره، شايفين ده فيها مساج كمان لامبر سبورت في الحته دي، غير ان في تبريد للكراسي الخلفيه، اوكي. عندي من هنا ايه؟ معلش تعالوا بصوا بقى على الحته دي، البي اللي في المسند بتاع بنتلي، نفتح لكم الحته دي كمان. استنوا بقى، الحته دي مش حلوه قوي في العربيه للاسف، للاسف يعني. استنوا، اوه
عصلجت شويه يا جماعه. اوكي جبتها، ده كان مفتوح. اوكي هنا عندي تلاجة زي ما انتوا شفتوا، والتلاجة التبريد والتدفئة درجة حرارة بتاعتها من هنا. من هنا عندي الحتة دي هي اللي مش احسن حاجة، فيها جوخ ومكان التليفون قديم شايفين. ومن هنا يطلع لي اشياء كاب هولدرز مفيش كلام عليهم خالص. اوكي فشياكة شياكة مفيش كلام. بصوا اصلا على القماش اللي هنا، طبعا هنا عندي دول وفيها الشاشات الاضافية. من فوق عندي ايه؟ عندي الانوار. اوكي كلها هنا، ما كانش LED لسه، ما كانش فيه سرعة LED. طيب عايز اوريكم كام حاجة تانية. تعالوا بصوا على الحتة الكونسول ده عشان بس تعرفوا بنتلي عاملة ايه. فتحات التكييف بصوا تيبيكال بنتلي. اوكي وطبعا المخارج كلها بالزراير، وطبعا عندي ده تو زونز في الحتة دي، وكالعادة لازم يكون عندي ولاعة في الجيل ده، كانت مهمة لسه الولاعة. طيب اقدر اوريكم ايه تاني؟ واحده من التاتشات الرهيبه اللي في العربيه، بصوا دي بتاعه الديفروستنج بتاع الازاز، تطلع هواء عشان تديفروست الازاز. ومن هنا عندي مخرج التكييف العادي اللي احنا متعودين عليه، لكن مش ممكن بجد يعني. بصوا الجلد، بصوا اصلا السقف، معلش السقف يا جماعه جلد، كل البطانه في العربيه جلد. معرفش في كام بقره راحت ضحيه في القصه دي، كتير يعني. اوكي جلد والمواد كلها لا رهيبه، والخشب. اوريكم الباب بس عشان الباب اصله قصه في حد ذاته يعني. البابين طبعا مفيش تفتكروا بلاستيك يا جماعه، ما علينا. من هنا عندي خشب وجلد، مفيش حد ايدك ما بتجيش غير على الجلد، مفيش بلاستيك في حته. والسماعات، وبصوا من الحته دي واخدين بالكم، التدفئه والتبريد بتاع الكرسي الاثنين مع بعض. اوكي في حته تانية الانتيرير بتاع العربيه في حته تانية، تعالوا نتفرج عليها من قدام. اتفرجوا على العربيه من قدام، فزي كل البنتليز مقسومه حته هنا والكونسول هنا وحته التانية اللي هناك، جلد وخشب بس وكروم. اوكي ممكن تلاقي مثلا في حوالين نظام الترفيه اللي هو على فكره عشان تبقوا عارفين بالظبط زي بتاع اودي وفولكس فاجن بتاع المجموعه. استنوا بقى ستارت ستوب من الحته دي، شايفين الزرار ده من هنا كده، حط رجلي على الفرامل بس. شايفين الشاشه بنتلي ويلكم، وزي الانظمه بتاعت اودي وفي دبليو كانت كلها بالزراير من هنا. استنوا التكييف اشتغل، التكييف شغال على المروحه بس يا جماعه. ومن هنا برضو اقفل التكييف الفتحه من هنا، معلش. بصوا على الساعة، الساعة في العربية ايه؟ برايتلينج. الساعة دي غالية جدا، دي ممكن تبقى اغلى من عربية نفسها في حالة العربية دي. وخشب وجلد في كل حتة ما عدا البلاستيكات اللي هنا اللي هي مش واو قوي يعني. اوكي والشاشة دي مش تاتش وكلها بتشتغل بالزراير، وده التحكم فيها من هنا زي الستايل القديم بالظبط. ناقل الحركة، ناقل الحركة عليه علامة بي من فوق برضو بالظبط زي ما بيعملوا الأيام دي، وتجيبوا كده خريطة عادي. ولكن بصوا على الكونسول ده هنا، تعرفوا الأوبشنز اللي في العربية. ستارت ستوب كان برضو حاجة جديدة، ومن هنا الهازرد، وكمان التعلية والتوطية، ما هي العربية أدابتد إير سسبنشن، وقفل الستاير والتعليق بتاع العربية. بصوا بقى هدوس الزرار ده كده وبصوا على الشاشة، بقى عندي إيه؟ كومفورت وسبورت، كومفورت وسبورت، فيها تو سيتنجز. اما كالعاده في كل العربيات بتاعتهم لازم يكون عندي ايه في الحته دي؟ طفايه. الدراعات دول بصوا بيطلعوا ازاي، وترجعوا خالص كده، يكشف لك كمان مكان تخزين هنا مش كبير قوي، ولكن برضو الماتيريالز كلها حلوه قوي. ودول ادابتيف، ومش بس كده، دول كمان فيهم مساحه تخزين وشويه فلوس وكوينات، ومعمولين للتليفونات واخدين بالكم. وفعلا هنا عندي التليفون بتاع العربية، غالبا ده مش التليفون، تليفون فعلا. وتليفون بص معلش يا جماعة عليه علامة بنتلي، ده التليفون الأصلي بتاع العربية اللي هو كان المفروض فيه واحد ورا كمان، ويركب في مكانه هنا. ونقفل الخشب والماتيريالز رهيبة. بصوا على عجلة القيادة معلش، يعني عجلة القيادة شايفين كلها كروم من هنا، برضو في شوية بلاستيكات من هنا بس علامة بنتلي، كل ده بالجلد. والحتة دي رهيبة جدا، ملمسها جلد. فيها بادل شيفترز من هنا كبار زي ما انتم شايفين في الحتة دي، كبار البادل شيفترز من هنا. ومن فوق اوكي عندي الانوار، وعندي تحكم في فتحة السقف، وجلد. بص جلد، جلد في كل حتة، جلد، دول جلد يا جماعة. والحتة دي بص كروم، كروم للمراية صغيرة قوي تضحك بس كروم. لا لا لا
ودي برضو تعتيم عشان تبقوا عارفين، والتحكم في فتحة السقف اللي هي برضو موجودة منين؟ من أودي برضو، والبارت شيرينج بتاع المجموعة الرهيب اللي كان أستاذ فيرديناند بارع فيه. وزي ما قلت لكم كل المصنعين قلدوا. بصوا درج التابلو قطيفة من جوه، تعرف على طول انها من ضمن المجموعة، كان نفس السيستمز اللي بيستخدموها لكن قطيفة والبطانة رهيبة. وطبعا كفاية بس فتحات التكييف اللي انت بتفتحها وتقفلها كده، دي كفاية قوي عليا. بصوا على العدادات بتاعت العربية، تقليدية جدا بخلاف الشاشة اللي في النص الديجيتال اللي فيها شوية بيانات، لكن بصوا على السبيدو 340 كيلومتر في الساعة. اتفرجوا بس على مجموعة الحركات اللي موجودة عندي في الكرسي، طبعا مساج وهيتينج وكولينج، ومعلش بصوا عجلة القيادة، طبعا هي فيها ميموري وكمفورت اكسس، وطبعا عندي كروم في كل حتة، فيها شوية بلاستيكات اوكي، لكن يعني مش هتبقى زي الرولز رويس بس برضو. والكيك بليت اصلا بصوا كبيرة قد ايه، بصوا الحتة اللي كنت عايز اوريها لكم، فتح الكبوت من هنا، شايفين؟ شايفين الكروم ده؟ كروم يا جماعة، ده كروم، ده مش بلاستيك. وصولا برضو للباب اللي هو برضو يعقد في نفس الماتيريالز، شايفين دي بتطلع لبرة عشان تخزن، طبعا الجلد بيزيق، الجلد ده محتاج معاملة راقية جدا. وحالة العربية دي كمان باعتبارها 2008 ممتازة، تعالوا نجربها على الطريق ونشوف بتأدي ازاي، يلا بينا. تعالوا نجرب البنتلي كونتيننتال فلاينج سبير في جيلها الاول. اوكي، موتور من في دبليو، اتنين في ار 6 مالدومين عشان يدوا لك الدبليو 12، مش بس كده عشان تعرفوا الدبليو 16 اللي هو في الفيرون والشيرون هو ايه، اتنين في 8 من مين؟ من اودي. العربيه فيها مود رياضيه اس من نقل الحركه بس، وفيها باركينج ديستنس كنترول اللي هو الحساسات بتاعت الرجوع والاي اس بي والتريب كمبيوتر. طبعا هي تكنولوجيا، انت بتتكلم في عربيه بقالها فتره، ولكن الراحة بتاعت العربية رهيبة. أنا حاطط التعليق في الكمفورت، العربية فعلا تفهف. ليموزين، أنا مولع التكييف فممكن تبقوا سامعين صوت الهواء لأن الجو النهاردة حر جدا فلازم نولعه، ما ينفعش ما نولعوش يعني، ولكن في أي لحظة ممكن أعمل كده والقطر بتاع العزم بيجي لك على طول، وأنا في المود العادية العزم مكمل ومش هتعرف إن هو تيربو. على فكرة هي توين تيربو لكن فيها برضو ايه performance رهيب، نحطها في اس على طول. التعليق نشف، مفروض ينشف شوية، اوكي نحط التعليق في مود رياضية، والعربية مفروض كمان وطيت خبر ابيض، قطر، انا سايق قطر بجد. لا 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 لا، فيها سرعة بس وزنها 2 طن ونص يا جماعة، فراملها هايلة والتوجيه هايل، وإن كان بتاع ليموزين طلع ولا يعني نزل ما هوش التوجيه السريع، عربية كبيرة جدا 5.3 من 10، بس في المطبات بتعمل كده حتى على السرعة العالية قوي. طبعا العربيات دي أسعارهم المستعملة بتبقى ضايعة لأنه بقى مش هتلاقي لها المساعدين، لا مش هتلاقي لها أي حاجة، لكن احنا بنتكلم على عربية مهمة وعرفت الناس بالأستاذ فيرديناند بيخ اللي هو بالنسبة لي فعلا يمكن يكون من أهم الناس. يعني أوكي أنت بتسمعوا عن هنري فورد، عائلة مرسيدس الفصل بتاعهم، بورشا ومثلا انزو فيراري وكل الناس المشهوره، وفيروتشي لامبورجيني، كل دول ناس مشهورين جدا، لكن اسمه هو مش معروف قوي، لازم تبقى الماني جدا. وعشان تبقوا عارفين هي قصته لسه مكمله، هو خلف 13 واحد اوكي، بجد مش هزار، عائله كبيره يعني، وعنده حفيد لسه عامل شركه جديده نسبيا اسمها بيخ برضو عشان تمجيد لاسم الراجل. بتعمل ايه بقى؟ هتعمل عربيات كهرباء، هتعمل عربيه كهرباء. كان عندهم بروجكت اتكلمتكم عليه، لو فيكم تابع القناه كويس هيعرف انا بتكلم في ايه بالظبط. طيب ازاي انا بعمل كده بعربيه في الحجم ده؟ الحل هو ايه؟ الفور ويل درايف سيستم بتاع اودي اللي هو رهيب رهيب، كل عربياتهم رهيب. العربيه حتى في المود الرياضيه ما زالت عربيه سيدان طريه مريحه بشكل مش طبيعي.
الكرسي نفسه، ملمس عجلة القيادة، لا كلها مبهرة مبهرة. كان متوقع يعني بنتلي، ما عدا البلاستيكات اللي هنا اوكي تتعب شوية. دي بقى حاجات مش هتلاقيها في رولز رويس في اي سنة من السنين بتاعتها، بالذات لما بي ام دبليو مسكتها. طبعا ناس كتير قوي انتقدت البارت شيرينج والبلاتفورم شيرينج بتاع بيخ اوكي، لانه قال لك ايه طب انا ما اشتري الفي دبليو على طول. بس برضو رغم كل ده الناس برضو كانت بتشتري العربيات الاغلى زي البنتلي دي اللي فيها اداء غريب من نوعه. تفتكروا الراجل ده شايفني يا جماعه؟ الصني مش عارف، مش حاسه شايفني قوي، لازم ازمرني. دلوقتي يمكن حس بيا، وعلى فكرة ملهاش صوت لأنها برضو ليموزين، بس البرفورمانس يخطف القلب. تو فاست فور تاير بريشر، حاجة دايما بنتلي بتعملها، لازم أراجع الضغط لأن العربية مفروض تراجع الضغط لما تمشي بيها بسرعة عالية. تفتكروا نقدر نوصل ل 4.9 أو 5 ثواني أو حتى 5 ثواني ونص بعد كل الزمن ده؟ تعالوا نجرب ونشوف، يلا بينا. عايز اوريكم بس الازاز، نسيت اقول لكم ان هو الازاز دبل طبعا اوكي. وبصوا حتى في الحته اللي من جوه هنا في جوخ في الحته دي، شايفينها جوخ. وبصوا الازاز دبل في الاربع بيبان طبعا، اكيد مش كده ولا ايه؟ دلوقتي تعالوا نعمل التسارع. اوكي اقرب الكرسي شويه عشان اعرف اعمل بريك بوست وانا مستريح. حاط في التكييف خالص كده، ما قفلتش التكييف يا جماعه، لا كده لازم اقفل التكييف. ايوه كده قفلت التكييف وصوته عالي شويه عشان تبقوا عارفين. بصوا هما الألمان مش شاطرين في التكييفات، خلينا نعترف، ولا الإنجليز أصلا، هما اليابانيين. طيب هجيبها على S، هقفل الـ ESP. ما فيهاش لونش كنترول أوكي، ولكن 4 wheel drive 4 تورسن، فمفروض فيها أداء برضو. تعالوا نجرب ونشوف. أوكي S، في أي حاجة تانية لازم أعملها؟ خمس ثواني وستة من عشرة، برافو. كمان مرة كمان مرة فيها أحسن شوية. تعالوا نعمل تجربة تسارع كمان، 5.6 من 4.9، ده رقم كويس باعتبار العربية 2008، بس حدلها بريك بوست أجمد شوية. وعلى فكرة هي في نقلة كده اتأخرت فيها شعرة، جير بوكس برضو يعني، بس هو زاد اف تور كونفرتر هايل. ممكن تبقى أحسن شوية، 5.52 أحسن شوية. رهيبة رهيبة. ما أقدرش أجربها للربع ميل لأنه عشان تقف العربية دي مش حاجة سهلة، والشارع زي ما أنتوا عارفين مقفول في آخره. وزي ما شفتوا العربية اتسرعت بعد كل الوقت ده في 5.52، والكاوتش بتاعها مش في أحسن حال. تجربة القيادة زي ما سمعتوا ليموزين، ليموزين فاخر بسسبنشن وافتنج في العربية، وفي سيتنج رياضي، فيها أداء رياضي جدا، الموتور طبعه رياضي، والزد اف 6 وقتها ده كان عبقري. فمش هتتكلم خالص على أداء العربية لغاية النهاردة، شغالة جدا شكلا وموضوعا بخلاف التكنولوجيا. أوكي ما هياش زي رولز رويس بالظبط بالبلاستيكات اللي فيها، دي حاجة مش هتلاقيها في رولز رويس خالص، ولكن بالنسبة لي أنا ولغاية النهاردة بنتلي يعني تمثل حاجة كبيرة جدا. ولكن خلينا نرجع للأستاذ فرديناند بيخ. أوكي انتهى إزاي بعد كل الإنجازات الرهيبة اللي عملها؟ بنتلي، بورشا، أودي، في دبليو، سكودا، سيات، إيه تاني، في أي حاجة نسيتها من ماركاتهم؟ إنجازات رهيبة، وهو أول من قنن إنه يبقى عندك قواعد البناء المشتركة، ومع كمان قطع الغيار المشتركة اللي بتوفر عليه تكاليف إنتاج كبيرة جدا، وكل المصنعين عملوها بجد. يعني فكر في أي مصنع، ستيلانتس نفس القصة، كل الناس أخدت منه الحتة دي اللي هو كان عبقري فيها، زائد العبقرية بتاعت التسويق، نقدر يسوق لك عربية مرتين ونص قد الفيتن في السعر وتشتريها مجرد عشان هي بنتلي.
طبعا انا مش بقلل من بنتلي، بنتلي من جوه ممكن يتقال على بنتلي كوتش بيلدرز، رهاب جلد وخشب وماتيريالز ما حصلتش في اي وقت واي زمن، وانت ده اللي بتشتريه، بتشتري الحته بتاعه الكوتش بيلدينج. لكن في الاخر فرديناند بيخ استقال امتى؟ فتره قصيره جدا قبل الفضيحه بتاعه ديزل جيت بتاع في دبليو. هل كان يعرف؟ هو ده السؤال الغامض اللي محدش يعرفه. استقال بس كده. دي كانت حلقتنا مع فرديناند بيخ والبنتلي كونتيننتال فلاينج سبير في جيلها الاول. لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام.